ذكرت قبل شوي 30 سنة مرت فيها أفراح وفيها أحزان وفيها آلام وفيها، أنا ودي أرجع للبدايات الأولى. سعود بن عبد الله بدأ حياته يتم وشعر بألم اليتم. هذه المرحلة لما بدأت تعي الحياة الحقيقة، بس أودي أوصل نقطة يعني. طبعاً. من فضل الله علي أنه ما حسيت مسألة اليتم. يعني دور الوالدة الله يطول في عمرها، يعني كان دور الأب والأم في نفس الوقت، وأعطت في اثنين الشيء اللي ما كان محسسني أنا وخواتي بأننا يعني بمسألة اليتم. يمكن أنا حسيت مسألة اليتم أو فقد الوالد لما كبرت، يعني لما كبرت وصرت أروح مجالس رجال، صرت أروح في ذاك الوقت مجلس الملك فهد رحمة الله عليه، وأنا كان عمري ما يتجاوز 15 سنة أو 16 سنة، فكنت أشوف اللي يجون مع أبوانهم. في هالوقت حسيت أنه كيف الأبو ظهر، يعني كيف الأبو في أماكن الأم مهما عطت في أماكن ما تقدر تكون فيها. هنا حسيت فقد الوالد. لما جاء ولدي عبد الله حسيت فقد الوالد، كنت أتمنى أن أشوف عبد الله، يعني أخوانه عبد الله وسلطان والعنود وفيصل وفهد، بس أول ولد يجيك فرحتك فيه، كنت أتمنى أن الوالد رحمة الله عليه كان يشوف عبد الله. متى بدأت تشعر بالأبوة مع أي واحد، مع البنت ولا مع الأولاد؟ بديت تشعر أنه بديت تصير أب الآن عاطفيا صراحة، يعني أنا متأكد. الغريب أني حسيت بالأبوة قبل ما أتزوج في خواتي. يعني خواتي أصغر مني، فالوالدة أعطتني هالمسؤولية، الإحساس بالمسؤولية بدري، فكنت أحس أنه لا، أنا أخوهم، أنا أبوهم، أنا صديقهم، أنا، فكانت يعني خواتي كنهم بناتي. نعم. أكيد يوم جاء عبد الله، يوم جاء سلطان، ويوم جاءت العنود، ويوم جاء فيصل، ويوم جاء فهد، بس الحب اللي كان أقدر أستمتع فيه كل الطرق في الدلال كانت في العنود. تميز هذا. اي، لان يعني هي البنت الوحيده، هي العاطفه، يعني والبنت دائما قريبه من ابوها. نعم. الولد مهما دللت مهما ذا لازم تحسسه بمسؤوليته كرجل، لازم، فهذا يعني ام عبد الله كانت تحسس العنود بهذا، بس انا كنت لا احاولني يعني ما أعرف، كان دلالي لها مختلف. طيب، عمرك تطرقت إلى الوالدة، وكانوا عبد الله وسلطان وفيصل وفهد يزعلون. طبيعي. أي يزعلون. طبيعي. بس تحسسهم إنه هذا الموضوع. إيه، أقول لها يعني أنتم بالعكس لازم تدلعونها أكثر مني. وعبد الله عن دور الوالدة في البدايات، وش الملامح الأساسية اللي تذكرها من أسلوبها معك، عاطفتها، طريقتها في احتوائك؟ يعني أكيد كل شخص يعني يعتز في هذه المرحلة خاصة مع والدته. ما في إنسان ما يكون أمه دنيا كاملة بالنسبة لي. لكن يعني أنا ما عرفت ولا شيء في الدنيا، ما عرفني على كل شيء جميل في هالدنيا إلا الوالدة. يعني يا إخواني الله يحفظهم، بيني وبينهم عمر كبير، في كل الأشياء الجميلة اللي في الحياة تعرفت عليها من خلال والدتي. التفاصيل الأولى في الحياة كلها، تذكر مواقف أشياء كذا حلوة لا زالت في ذاكرتك، كنت مشاكس
هادي مشاغب؟ لا مشاغب بس يعني أتوقع أني مشاغب بس بحبابة يعني مهي بالمشاغبة المزعجة بس يعني على كثر دلال الوالدة لي كنت أعرف أو علمتني كيف لا لما أغلط هنا في عقاب؟ أي طبعاً كان في صرامة؟ أي جداً في وقت الشدة يعني في وقت اللزوم كانت جداً صارمة.